غير بشويه صاحبي، دابا يشدك الرادار. اشنو الرادار؟ رفنا اخويا. انت باقي عاقل على الرادارات القدام؟ على حسب اللي سمعت باللي داروا رادارات جديده كتشد السرعه واخا تجاوزها وعلى بعد 1200 متر. اييه وشنو ثاني؟ بلاتي بلاتي، ها هو المقال اللي هضر على هادشي. قال لك سيدي باللي يقدر يراقب السرعه حتى في الليل ماشي غير في النهار، ويقدر يشد السرعه حتى داخل الانفاق، وكيلتقط ويخزن ادله على شكل فيديو وصور فوتوغرافيه للمخالفين. ونزيدك راه حتى المواطر والتريبورتور معنيين بهذه المراقبه. وقولها لي يا صاحبي قبل. باقي الحال مادام سايق وباقي على الحياه، لان شحال من واحد مشى بسبب السرعه والتهور ديالو في السياقه. معقوله؟ السلام عليكم، مراقبة طرقية، ورق سيارة من فضلك. وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، سلامتكم أولويتنا.